ثانية اخرج اسبك طاشك اخرج شتو واش دار فيك الجوع؟ عندك زهر سعرفو بيك هيا ديك الله ويت عن صحابك يعني خوك جزائري كيما انت نحن عليك شكون سي مصطفى سي مصطفى بلاقه ارخوا عاونونا شكرا بلاقه بسم الله الرحمن الرحيم بلاقه بالسياسه عباس نط دور غير بلاقه دور بلاقه بالسياسه بالسياسه سي مصطفى سي مصطفى طار جبنا شويه الماء جيب هذا بشويه بلا قلبك جابر بلا قلبك بلا قلبك واحد هذا شو خبزك كل شو بلا قلبك من بعد من بعد يكون ساعه الماء شو مخلص السكر شو مخلص السكر سي مصطفى لبس عليك سلامتك هاك سكر شو مخلص السكر في العالم سكر سكر كل 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 بلا دكتور بدا نص خمسة خمسة ونص كل وقت الأساس الأساس شفت راسي قالوا لي في أخبار كبيرة على الجزائر جبتو دبرتو Le groupe de Mandong réussit à introduire la question algérienne devant l'ONU. Mandong. واش هو البندونغ هذا؟ بندونغ هي المؤتمر الأول لدول عدم الانحياز. بعد فهم. يا جماعة الأخبار راهي مليحة. والنصر راهو حليفنا بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. النصر. حنا رانا كاع في الحبس وحاكمين علينا بالاعدام واش من نصر يا سي رشيد ولا متنا نموت شهداء ورانا رابحين دنيا واخرى الحبس ماهوش المصير المحتوم تاعنا ما نرشوش هنا لازم نخمو في حل كيف نخرجوا من هنا ان شاء الله ان شاء الله زعما نقدروا نخمو مع بعضنا ونتكلوا على ربي الدنيا سي مصطفى قادرين نهربوا من هذا الحبس شي مستحيل ثوار يا سي الاخضر ما عرفوش مستحيل في الغرفة هذيك؟ نعرفها يظهر لي مستودع هاي ولا غرفتنا بالضبط ما فيهاش العساس واحد موجه هنا يا سي مصطفى عساس عايفة جماعة هيك ملاح ملاح قلت له ابو حمد باش يجي وما برك يجي توا ملاح كان مسودع فارغ أمين مو الغرفة تاعنا بالضبط أروح العيد إن شاء
تكون بعيدة عندك. وين يرقد نسيب؟ على 703 هاكر بعد 6 ولا 7. قول لي مش كاين مراد الحيط. والله ما على بالي يا سي مصطفى. هل غادي تكون بيناتنا؟ أكيد. خلينا نشوفوا العيفة هذيك. لاباس جماعة. المعلومات اللي تحصلنا عليها راهي مفيدة بزاف وتسمح لنا باش نفضوا الخطة اللي تفاهمنا عليها. تبعوني. رزقي تولى. كان نقدروا نحيوا الحجر هذا نديروا تحته نفق. الحفير سهل بصح باش على كل حال احنا 200 200 ولا قعدنا هنا راح يبدو فينا حكم الاعدام وما لنا حتى حل واحد اخر الا نديروا هذه المحاوله. وهدو الكل رمانة على بالهم. نصيب بلاصتك ولي ملهي. حاضر سي مصطفى. حاضر سي يا جماعة. رزقي قررنا باش نخرجوا من هنا. نخرجوا من هنا وكيفاش نخرجوا؟ كيفاش نقدروا نخرجوا من هنا يا سي مصطفى؟ ما نفهمكم. عمرو ما خرج واحد من هنا يا سي مصطفى. سي مصطفى نقدروا نخرجوا من هنا كاين طريقة. بركة ما تخرط علينا انت. حاجة أعطي لي النسخة. صحيت بصح تعهدوني حتى كلمة ما تخرج من هنا. أنا بروح سي مصطفى. باللي شارك باللي ما شاركش. يا جماعة كل واحد حيوا الشمال الإفريقي حيوا الشمال يا شباب حيوا الشمال الإفريقي حيوا الشمال قوموا للحزب
في الوطن يا شباب.